مثلا ممكن يجيك الشاهد ويشهد أن رأى الهلال في جهة الشرق، فهذه حقيقة شهادة باطلة. لماذا؟ لأن الهلال لا يرى في جهة الشرق، يرى تحدث عن اليوم بالذات بحسب توصلكم يعني. إيه اليوم الهلال يكون يسار الشمس، يجيك واحد يقول لك ريت الهلال يمين الشمس. الهلال مثلا شكله يعني أو استطالته أو الساعة التي رأى فيها، ممكن يقول مثلا ريت الساعة 8 في مستوى كذا، وتكون الشهادة هذه مخالفة. هذا الأمر مسألة يعني قبول الشهادة من عدمها هو متروك للجنة المكلفة من دار الإفتاء، واللي فيها مندوب من مجلس القضاء الأعلى. هذه اللجنة هي اللي مع مجلس البحوث في دار الإفتاء يصلون إلى قرار في عملية إثبات الشهر أو عدم إثباته. عملنا نحن طبعاً سواء الشيخ زي ما ذكرت من باب التأكيد، هذا يعني متوقف على كل المعلومات اللي ذكرتها. هناك تواصل مستمر مع مسألة الأخوة المختصين في فصل زي ما ذكرت أن المنازل تتعذر أن تكون في الشرق، هذه توضع في الاعتبار يعني. طبعاً ما في شك، هذه المسائل كلها توضع في الاعتبار، بل هي أحياناً يعني إذا كانت مخالفة فهي تقدح في الشهادة. نحن لا نتهم الشاهد بالكذب يعني، نعم حقيقة نعم، بل نقول وهم. نعم ممكن إيهام، ممكن نرى شيء حساب الهلال وهو في الحقيقة ليس الهلال. وهذه هذا الأمر متروك لأهل العلم الاختصاصيين. يعني ربما حد يأخذ علينا يقول مثلا كيف جماعة جوروا الهلال وأنتم ما أخذتوش بشهادتهم. أو الحاجة يشترط في الشاهد العدالة، هذه من ناحية الشرعية. مش كل حد جاك واحد يا سيدي ليس على دين الإسلام وقال لك أنا أريد الهلال، ما كيف؟ اي نعم، ما نقدرش ناخذ بشهادة العدالة، والعدالة من يقدرها؟ يقدروها القضاء.